ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة. بداية وبعد التحية دكتور أحمد، أكد الرئيس السيسي حرصه كل الحرص على دعم الفلاح وأيضا تسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له. إذن كيف تقرأ هذا التأكيد؟ طبعا بنقرأه في ضوء اهتمام واضح من القيادة السياسية وعلى رأسها رأس الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى معيشة الفلاح ومستوى الذي يضمن للفلاح حياة كريمة وحياة راقية. وطبعا ده مش جديد على سيادة الرئيس، وهو دائما وأبدا هو مهتم دائما بكل مواطن مصري وبما في ذلك الفلاح المصري. نعم، يعني في ضوء هذا الاهتمام من جانب القيادة السياسية، كيف تقرأ يعني أهمية اتباع الدولة في الوقت الحالي وأيضا على مدار السنين الماضية فكرة التوسع الرأسي في القطاع الزراعي لزيادة إنتاجية الفدان؟ طبعا هي الدولة باستمرار هي بتولي الفلاح المصري اهتمام كبير. احنا في مستوى او على مستوى وزارة الزراعة فيما يخص الحجر الزراعي وهو الجهة المسؤولة عن الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية، احنا بنحرص كل الحرص دايما في مجال الاستيراد على توفير كافة المنتجات اللي هي التقاوي ومواد الإكسار وكافة المنتجات التي يحتاجها الفلاح في الزراعة من مواد إكسار نباتية، بنحرص دائما على حصولها على أعلى مستوى من الجودة والرقابة عليها على أعلى مستوى من الجودة وتوفيرها للفلاح بأقل سعر وبأعلى جودة، وده يضمن للفلاح تماما الرقي ويضمن له زراعة محصول جيد جدا بمواصفات عالمية وبإنتاجية عالية جدا. أو على المستوى الآخر وهو مستوى التصدير، الحجر الزراعي دائما قائم يقوم بدعم الفلاح ويقوم بفتح أسواق جديدة على للصادرات الزراعية المصرية، وده طبعا بيساهم في زيادة الصادرات بشكل كبير. بيقوم الحجر الزراعي بتشديد الرقابة على الصادرات، وده بيعكس سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج مباشرة، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات اللي وصلت إلى 5.6 مليون طن من العام الماضي. وطبعا الأسواق الجديدة اللي اتفتحت اللي وصلت أكثر من 60 سوق خلال آخر 4 سنوات، كل ده يعتبر بيصب بشكل مباشر في مصلحة الفلاح المصري اللي هو بيجد المنتج بتاعه بيتباع بسعر جيد جدا وبيتصدر بسعر مناسب جدا، بيشجعه وبيدعمه وبيخليه يستمر في الزراعة ويستمر في الإنتاج ويضاعف الإنتاج ويضاعف الإنتاجية أكثر وأكثر. نعم، إذا هناك أكثر من مشروع تقوم به الدولة حاليا في قطاع الزراعة، يعني من أبرزها على سبيل المثال الدلتا الجديدة وأيضا استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان. كيف تجد اتجاه الدولة في قطاع الزراعة مع الاهتمام بتحسين السلالات واستنباط سلالات جديدة، ومن ناحية أخرى بالنسبة للتصدير أن يكون مطابق للمواصفات القياسية والجودة؟ طبعا هو ده بيعكس تماما اهتمام الدولة بالفلاح المصري، التوسع وزراعة أراضي جديدة واستصلاح أراضي جديدة لزيادة الإنتاجية وجودة الإنتاج والدعم المباشر للفلاح، بالإضافة إلى زي ما حضرتك قلت استنباط أصناف جديدة وتوفيرها للمزارع المصري. ده بيعكس اهتمام الدولة بالفلاح اهتمام مباشر، وتوفير هذه الأصناف للفلاح بيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ويؤدي إلى دعم الفلاح اللي بيخليه يقدر ينتج إنتاجية أعلى ويبيع محصول أكتر بكمية أكتر بسعر أعلى ودخله يزيد، وبالتالي ينعكس يعني ذلك على المصلحة المباشرة للفلاح. أيضا بنقول في الصادرات زي ما وضحنا إن الدولة لما بتهتم بالصادرات، وسيادة الرئيس بيركز جدا على الاهتمام بمنظومة الصادرات الزراعية، ده بيعكس اهتمام الدولة بالفلاح وبينعكس بشكل مباشر على المزارع المصري. نعم، الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك.